اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. تعالوا مع بعض النهاردة من قلب التلاجة نعمل أكل صحي هيلسي بنسبة تقريبا 80% 90%، المهم في الآخر نسبة نجاح وبتفوق. معانا السبارخ النهارده هنعملها فطيره بحبه البركه مع اللبنه. اللبنه موجوده في السوبر ماركت، منها الدايت ومنها الهيلث ومنها الدسمه زياده، فهنجيب اللي احنا حبينا ونعملها النهارده فطيره السبانخ باللبنه ونشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن تستبدلي اللبنه بجبنه، باي نوع جبنه انت حباه، ولكن هي الفكره من المطبخ الفرنسي. معانا النهارده تشكيله من الفواكه من خير ارضنا، يتصدرها في القائمه الاولى الجنزبيل. الجنزبيل الطازه ده هو ملك الدرنيات، الدرنيات يعني الثوم، البصل، البطاطس، الجزر، كل ده. الجذور بتاعت الجنزبيل الطازة الحلوة دي مخرجنا الجميل هنستخدمها مع رز النهاردة، رز بالفواكه. المشمش قبل ما يودعنا مع الخوخ مع العنب مع الموز، فكرة الطبق ده لطيفة وجميلة. القرفة الناعمة طبعا هنشوف نعمل مع بعضنا ازاي طبق لطيف بشكل جديد حلو قوي. والرز المصري طبعا لازم غني بالنشويات والكربوهيدرات، فكده الطبق فيه كل العناصر الغذائية. معايا التفاح، ولادنا وأطفالنا مش بيحبوا ياكلوا التفاح، اللي ممكن سنانه ما بتقدرش تمضخها كويس، كبار السن. ما نيجي نعمل التفاح النهاردة بطريقة جديدة، حاجة اسمها الكمبوت التفاح بالقرفة، حاجة لطيفة. ياخد تبريد عالي، تبريد قوي زيه زي البطيخ زي الفواكه الفروت سلط، وبعد كده هيبقى واخد القرفة الناعمة مع العسل، حاجة لطيفة وجميلة هناكلها زي الآيس كريم. هنشوف مع بعض ازاي الفكرة بتاعته بسيطة وسهلة، تقدر كل أم تعملها لأولادها ولحبايبها. مش عايز أطول حضراتكم لأن الأكل النهاردة أكل صحي وعايز يعني تركيز شوية. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. السبانخ ولادنا مش بيحبوها، يعني ما تعرفش، بيقول لك شبه الملوخيه، يعني اكله مش لطيفه عند الاطفال، وخاصه اللي هم واخدين على الاكل الفاست فود والحاجات السريعه وسندوتشات الشاورما وسندوتشات البرجر. لما نيجي نقول لهم هناكل سبانخ النهارده يقول لك لا يا ماما. فتعالوا نعملها لهم فطيره مع لبنه مع جبنه. ايه فكره عمل الفطيره باللبنه؟ مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله وصحيه بنسبه نجاح وتفوق. معانا سبانخ ورقيه طازه، المجمده مش هتنفع معانا، ومعانا لبنه دسامة قليلة جدا، معانا مكعبين من الزبدة لزوم الشغل، معانا شوية البهارات الحلوين، والعجينة بتاعتنا عبارة عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضة، بياخدوا رشة ملح، معلقة بيكنج باودر، وقليل من الحليب، قليل الدسامة، وبنغطيها وبنسيبها تمر مرحلة التخمير الأولية. هي دي العجينة معانا، هي زي الفل. حلو الكلام؟ لغاية دلوقتي زي الفل يا عم الشيف. عجينة سهلة تقدر تعملها بكل بساطة. عاملينها وطبعا من تقريبا من تلت ساعه بنسيبها تتخمر على ما نشوف السبانخ، لان لازم نحضرها ونسيبها تبرد. والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله. نبدا نشتغل في السبانخ اللي هي التوبنج او الحشوه، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طب حاجه بديله للسبانخ يا شيف تنفع؟ ممكن تحشيها خضار مشكل زي ما انت عايزه، بس السبانخ مع اللبنه بالتاكيد لها طعم تاني. السبانخ معانا زي الفل، بتجيب بصلايه حلوه زي دي كده، بناخد البصلايه بنقطعها شرايح بالشكل ده كده في طاسه شديده الحراره، مع معلقتين من زيت الزيتون، شويه توم حلوين محترمين زي الفل. اللهم صل على النبي، اهو ما نكترش زيت. وناخد البصل بتاعنا ده كده مع تحميره حلوه، حلو قوي، هيعور لي عينيا وتخلي عينيا تدمع. اتعلمنا ان احنا لما نحمر بصلة زي دي كده حلوة نقوم نهرب من ريحة السمك في قلب الشقة في قلب الصالون. جوزك يا جازة النهاردة وقاعد في البيت ما تعكننيش عليه بريحة البصل، ممكن الصالون او المطبخ امريكان يعني مفتوح في قلب الصالة وده وارد. فحط شوية نعناع مع البصلية وهي بتتحمر. الحاجات اللي بقولها دي صدقيني بجد انت محتاجة تعرفيها كده، مش هتشم ريحه البصل خالص في قلب البيت. ده زعتر ونعناع، يبقى احنا خدنا المضمون اللي هو البصل بالقيمه الغذائيه بتاعته، وفي نفس الوقت شلنا الريحه بتاعته. شويه البهارات بتاعتنا على البصلايه بالشكل ده كده،
خدت الطعم وخدت الشكل، فلفل الاسود ونقلب. هي دي ثقافة المطبخ، انك تقف في المطبخ كده تحس انك انت بتعملي حاجة لا رائحة ولا مشاكل خالص من ناحية الريحة بتاعة البصل. زي الفل. البصلة خدت لون ازاي؟ صدقيني مفيش ريحة بصل خالص في الاستوديو غير ريحة النعناع مع الزعتر. حلو الكلام. هنجيب طبعا فصين من التوم الحلوين، دعم الفطيرة يا عم الشيف. ممكن حابة تحط شوية مكسرات اهلا وسهلا، شوية عين جمل اهلا وسهلا، زي ما انت حابة. يعني ممكن مكسرات يا شيف، ممكن ده توم نقلبه مع البصلية. حلو. معانا السبانخ بقى الورقية بتاعتنا الحلوة. نغسل السبانخ ازاي؟ ده اللي يهمني كمان في الموضوع. دي سبانخ ورقية بنجيبها بالشكل ده كده، نجيب الأخضر منها. شفتوا السبانخ دي على فكرة تتاكل نية. إخواننا الفرنسويين بياكلوها نية، سلطات زيها زي الخس زي الجرجير. تتغسل وهي سليمة يا أختي يا خالتي يا أمي يا ست الكل يا تاج راسي الأم العظيمة وكل المتابعين دلوقتي. الخضروات الورقية زي السبانخ زي الخس زي الجرجير زي ما هو كده يتغسل وهو سليم، ونصفيه ويتغسل بمية ساعة مش مية سخنة. ما ممكن تفتح العنفية دي وتلاقيها سخنة، استنى عليها شوية لأن المية في المواسير بتبقى سخنة. أنا بقول لك على ده بيحصل وحاجات بتحصل في الواقع. إحنا بنفتح العنفية بعد دقيقة تلاقيها مية سخنة شوية، تمشي المية في المواسير بتلاقي مية ساعة نازلة. خلي بالك ده في الاعتبار. المية السخنة دي بتنزلش على الخضار، هتبوظ لك شخصيته. هيتغسل الخضار ده كويس بمية من الحنفية ساعة زي الفل، وتتخلصي من الأتربة والشوائب زي الفل مرة واتنين وتلاتة. ممكن تحطي عصرة ليمون ومعلقة خل، الخضروات الورقية بالذات. خلصنا من الغسيل بتسيبها تنشف. تقدر بقى تستخدميها زي ما أنت حابة في حشوات، سبانخ، خس وهكذا. عند البصلية اتحمرت زي الفل مع زيت زيتون مع تومة. هناخدها زي ما هي كده وننزل بيها في قلب الحلة. الله. طبعا كلنا عارفين يخنة السبانخ باللحمة المفرومة. سبانخ جرتان بالجبنة. شوية مية صغيرين. كفاية. هنغطي الحلة. فكرة شوية المية دولت ان بيتبخروا مع السبانخ، بعد دقائق معدودة هتلاقي السبانخ دي هبطت في قلب الحلة. حلو الكلام؟ هتلاقيهم شوية صغيرين في الآخر. هنقلبها مع بعض. نوسع كده عشان نفرد عجينة مع بعض. العجينة شفنا مقاديرها على الشاشة. عجينة الفطاير خاصة اللي هتخش فيها الحشوات بتبقى شوية دسمة، بتاخد بيضة في المكونات، بتاخد معلقتين من الزيت، بتاخد معلقة بيكنج باودر عشان تبقى هشة. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل فطيرة السبانخ بحبة البركة. ولما بقول حبة البركة، المعجنات والبيكري بالذات لما بنستخدم حبة البركة بيبقى العجينة فيها ريحة حلوة. خلي بالك. هنبدأ ان احنا نفرد العجينة الاول كده، ناخدها نصين، نص بنفرده في ارضية الصينية والنص التاني يا عم الشيف بنزين بيه الفطيرة بتاعتنا. يعني تقريبا كده. حلو. هنفرد دي مع بعض بشوية دقيق. نعم يا غالي، هوريك السبانخ دلوقتي. تديني دقيقتين من الآن هتلاقي السبانخ دي استوت وزي الفل. فرصة ممكن ناكلها زي ما هي كده، ممكن نعملها سلطة، ممكن نحطها في حشوات من اللحمة زي ما احنا عايزين حسب الرغبة. شوية الدقيق دول كده. بسم الله. وعجينة تحس فيها، يعني وانت تعملي عجينة كده كده هناكل عجينة او هناكل عيش مثلا او هناكل فليفر من المعجنات او الفطيرة بتاعتي. دعميها ببيضة ماشي، شوية حليب ماشي، تحمري بصلاية حلوة كده مع فص التوم وتحطهم جوه العجينة ماشي. هو ده ثقافة المطبخ. شوية روزماري في قلب العجينة ماشي، شوية زعتر ماشي، معلقة زيت سمسم في قلب العجينة ماشي، يعني أوميجا 3. كده زي الفل، العجينة جاهزة. الله. بنجيب الصينية على قد القطعية بالظبط بالشكل ده كده. هو ده. شيل ده كده وناخد العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده. الله.
يتحط كده في قلب الصينية، نعملها الأطراف بتاعتها الحلوة دي كده. وفرصة طالما العجينة معاكي كده تشيل دي كده. كل اللي أنا هعمله دلوقتي يا عم الشيف، هدخل العجينة دي تتشمع في الفرن تشميعة، وهي بتتشمع هنشوف ازاي دلوقتي. فردت العجينة، بحط فيها شوية زيت زيتون. الله، عندي حبة البركة، وادخل العجينة دي يا عم الشيف الفرن. حلوة زي ما هي كده، يلا مع بعض. في أرضية الفرن تشميع دي مطلوب. حلوة، يلا تمام. تعالوا شوفوا السبانخ وصلت لفين معانا. اخبار السبانخ، بص على السبانخ، شوف الحلاوه بتاعه السبانخ. طبعا درجه الحراره مع شويه البخار بتوعنا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. حلو قوي يا شيف، راحت السبانخ. عشان كده بنقول لك السبانخ عامله زي الخس والجرجير، طبعا الخضروات بتبقى كتيره هشه، اول ما بتشم النار او تشم البخار بتلاقيها اختفت على طول. هناخد الخليط ده زي ما هو كده، بنبدا نضيف بقى الجبنه اللبنه حسب الرغبه. تبرد معانا الحشوه، معانا لبنه، اي نوع لبنه انت حباه في السوق. في لبنه علب جاهزه، وفي لبنه بتتباع بالكيلو بالربع كيلو. زي الفل. لبنه دي او الماده الحمضيه او الكريمه الحمضيه او القشطه الحمضيه، دي كلها مسميات. ممكن تحط قشطه ما تبقاش هنا دسمه، تبقى سوري ما تبقاش هنا قليله الدسامه، ملاش دعوه بالدايت. زي ما انت حابه، معلقتين قشطه حلوين تبقى زي الفل. نقلب دي كده معاها. الله، حلو قوي يا شيف الفطيره دي على فكره، لغايه دلوقتي زي الفل. حطينا لبنه، دابت اللبنه مع السبانخ، عندنا البيض هنا، كميه البيض اللي تتحط هنا ممكن 2 3، والقرار اختيارك دلوقتي. تقدر تحط الصفار مع الكميه، تحط بياض بس حسب الرغبه. حلو الكلام. والله عايزاها دسمة عادية خالص، حط الصفار مع البياض. عايزاها بدون صفار يبقى استكفي بالبياض بس. وده الطبيعي، الفرنساويين بيعملوا السوفليه بالبياض بس. الصفار هنا نخليه نستخدمه في طبق تاني خالص. زي الفل. احنا شغالين مع بعض اهو، شياكة كده، بناخد الايه. زي الفل. على فكرة ده ما يترميش، ممكن تستخدميه في معجنات، تعملي طبق كريم كراميل دلوقتي، تعملي تورتايه، تعملي كيكه حسب الرغبه. زي الفل يا عم الشيف. ده بياض البيض جوه ايه الخلطه دي. ليه بياض بيض يا عم الشيف؟ بياض البيض مع السبانخ مع اللبنه في حاله ما ندخلها الفرن هتديني القوام وتديني الشكل اللي احنا حابينه. هنقلبها تقليبه صغيره. الأول بنزل باللبنة عشان أهدي الحرارة بتاعة السبانخ، جواها بياض بيض وسبانخ. عايزة تحط شوية مكسرات أهلا وسهلا. للأمانة هحط عصرة ليمون كده، ظبطت الطعم بتاعي وزي الفل. بس خلاص، عصرة ليمونة حلوة مع السبانخ تديها طعم، وتعادل ما بين فيتامين سي والحديد اللي موجود في السبانخ كده، نقدر الجسم يستفيد بالايه، بالقيمه الغذائيه بتاعتها. هنخلي الخلطه دي كده على جنب، وتعالوا نفتح الفرن نشوف العجينه وصلت لفين. مع بعض خطوه خطوه، ممكن تكون لسه ما استوتش. زي الفل كده، اتشمعت العجينه بتاعتنا. تعالوا نطلعها مع بعض تشميعه. زي الفل، في درجه حراره 180، خدت الشكل ده كده. بننزل بالخلطه دي كلها. الله، الشويه دول انا عايزهم، دول فيهم الخبره الطهويه كلها، ما يتسابوش دول.
انا عايزك تعيشي الحاله اللي انا عايشها دي في المطبخ وانت في البيت كده. حب المطبخ، حب انك تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه. قولي الشيف المغذي ليه حط البياض البيض بعد اللبنه؟ عشان طبعا تكون السبانخ هديت من درجه الحراره، يقوم البيض البياض ما يستدمش بدرجه الحراره يديني كلاكيع. ليه الشيف المغازي حط اللبنه بعد السبانخ ما طلعت من النار؟ عشان ما تبرغلش مني. كل حاجه بيبقى لها في توقيتها. كده معايا زي الفل. الفطيره دي لها تفاصيل تانيه. التفاصيل التانيه ان احنا معانا عجينه، هنبدا ان احنا نعمل جرنش بالعجينه دي على وش الفطيره بتاعتنا. ولكن انطلب مننا نطلع فاصل صغير، هنطلع فاصل صغير نكون رجعنا عملنا جرنش للفطيره بتاعتنا، عملنا شوبنج، عملنا شبيكه كده، عملنا ارابيسك، عملنا خطوط. الاولاد بيحبوا الاشكال ديت. خلينا نشوف نعملها مع بعض ازاي، هيجي لي فكر ازاي هعملها، وهنطلع الفاصل الصغير ومش هندخلها الفرن غير مع حضراتكم، ونرجع نشوف فواكه مشكله من خير ارضنا مع رز مصري بيدينا طبق فيه كل العناصر الغذائيه. التفاح بتاعنا الحلو هنعمله بطريقه لطيفه وجميله بتناسب الكبار والصغار. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره. في الاخر لما بنعمل فطيره حلوه بيبقى الشكل مطلوب، اللي هو البرزنتيشن، اللي هي الحاجه اللي بتجذب الاطفال. احنا الكبار عارفين السبانخ في الاول وفي الاخر قيمتها الغذائيه، الحديد والمغنيسيوم، وبنستفيد بيها، بتعالج الانيميا، قيمه غذائيه عاليه جدا، بتعالج مشاكل القولون، الامساك، كل ده في السبانخ الحلوه ومتربيين عليها. بس في اشكال لما نعمل للاولاد فطيره زي دي كده بيحبوا طبعا يشوفوا الاشكال الحلوه. شفت اهو احنا واقفين بالسله مع بعض، اهو الشكل ده مطلوب. ناخد كده كل عجينه من دي كده اهو، بلفها بايدي واحطها كده اهو، دي بلاش رفيعه اهو، حاجه كده بثلاثه تعريفه زي ما بيقولوا اهو. شفت الشكل ده كده اهو، نفس القصه تاني اهو. زي الباستا فلورا كده لما بنعملها بالمشمش او بالمربى او بالتوت. حلو، خلي بالك عشان كده العجينه بقول لك لازم نهتم بيها. نلف تاني كده اهو، عينيا اهو، حاجات كده ايه. عشان كده قلت لحضراتكم ان احنا هنطلع الفاصل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ممكن ما نعملش لا ده ولا ده، بنحط عجينه وخلاص على الوش. بس بتفرق بقى لما تلاقي العجينه دي اللي انا عاملها دي متقرمشه كده ومتحمصه. شايف الجو؟ عينيه اهو، شفت العجينه؟ خدت شكل تاني خالص. طبعا الزوايد دي هنشيلها بالسكينه كده. ده المطبخ. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف. حلو الكلام؟ إرث حبك للمطبخ بيبان في التفاصيل الصغيرة دي كده. يعني يرجع جوزك يلاقيك عاملة له فطيرة سبانخ بالشكل ده كده، تطلبي طلب على العيد وما يجيش، يا ويلي، انسى ان تلاقي فطيرة سبانخ بعد كده. حلو الكلام؟ زي ما هي كده يا عم الشيف؟ شوية حبة البركة. أنا بحب دايماً حبة البركة على وش المعجنات، عشان كده لما بنعدي جنب مخبز ونشم ريحة حبة البركة على المخبوزات الواحد رجله تاخده على طول. لف يا عم ب3 جنيه و4 جنيه ب5 جنيه. حلو الكلام؟ درجة حرارة الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. دي مكانها فين يا مخرجنا يا جميل؟ هو ده الكلام. على ارتفاع 5 سنتي من أرضية الفرن. بالشكل ده كده. تعالي يا حلوة. بجد دي سبانخ؟ سبانخ صحيه. صحيه بنسبه كام؟ انت شفت الحلقه من البدايه تقدري تحكمي بقى. انت حط الدرجات من فوق ال 60%، انا راضي. فيها لبنه يا شيف واللبنه مش دايت؟ قولي. انت استخدمت مكعب زبده يا شيف؟ قولي. المهم في الاخر هي نسبه نجاح ونسبه دخول ايه، مرحله اولى من التنسيق. دايما بقول كده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل التفاح بتاعنا الجميل كومبوتو.
حلو الكلام، نشوف نعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. التفاح مقاديره على الشاشه، مخرجنا بيقول لي فين التفاح. التفاح معانا يا غالي اهوت، معانا عسل، معانا قرفه ناعمه، معانا معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. حلو الكلام. تاني معانا عسل، معانا قرفه، معانا عصره ليمون، ومعلقتين من الدقيق، ومعلقه من النشا. انا بحط المقادير كلها ما تقلقش حبيبي. اه زي الفل، كل دول مع بعض يا عم الشيف. حلو الكلام. حلو، ادي معلقه الدقيق، وادي النشا، عليه عصره الليمون، عليه شويه القرفه، عليه من العسل معلقتين. والله عسل انت وجيبك، ممكن تجيبي زهره البرسيم، ممكن تجيبي عسل موالح زي ما انت حابه. معانا من القرفه، حطها كده، شفت الجو ده كده، اقعد قرفه جوه حبايه الايه؟ الفاكهه. شفت يعني قرفه خشب، عشان القرفه الخشب هنا بتدي طعم في الانسجه بتاعه التفاح. ثبتها كده، حط كده، حلو بنفس الطريقه. اهو القرفه جواها، ممكن تبقى تحط قرفه كبيره مفيش مشكله. اهو هي الفكره كلها، ان انا عايز اخلي التفاح من جوه واخد طعم القرفه. هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده كده يا عم الشيف، بنحط عليه ماء مغلي. الله، زي ما هم دول كده. تاني عملت ايه؟ هي يهمني الموضوع ده، قرفه معلقه نشا معلقه دقيق، قرفه معلقه نشا معلقه دقيق، عصره ليمون، شويه عسل، مش عايز عسل حط سكر حسب الرغبه. هنقلب دول كلهم مع بعض. اه الخليط ده كله مع بعض. اه وينزل يا عم الشيف جنب التفاح. الله، ونخلي التفاح يستوي في قلبه. دي لازم نغطيها، نغطيها بورق زبده ثم ورق فويل. آه. حلو سريع كده وسهل، ممكن وجبه عشاء بالليل حلوه مع صحن بطيخ مع زبادي حسب الرغبه. ورق زبده لازم تتغطى كويس، ورقه فويل حلوه. ناخدها كده وندخلها الفرن يا عم الشيف. سيبها في الفرن قد ايه الطيب بتاعنا؟ تقريبا نص ساعه. هتلاقي التفاح ده استوى معاكي. آه. حاجه لطيفه وجميله، نقدر نعملها بدل التفاح اي نوع فاكهه يفضل التفاح. ليه التفاح يا عم الشيف؟ لان احنا بنشيل قلب التفاحيه، بنحط قرفه بعد كده. حلو تمام، بيخش جواها الفليفر والطعم كل ده مع بعضه بنفس الشكل ده كده. هنحطها طبعا في الفرن هنا مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ بص على الفطيره، بص على الشقاوه، بص على الجمال اللي في قلب الفرن. اه هنطلعها كده فوق شويه عشان عندنا تفاح. اه بالشكل ده كده، وناخد التفاح بتاعنا ندخله جوه الفرن وتسيبها تعيش في قلب الفرن. على فكرة انت ممكن تعمليها، لو انت داخلة تعملي مثلا ايه في المطبخ، فطاير، بتعملي محشي، بتعملي وجبة عشاء، وجبة غدا، دي من الحاجات اللي تشغلي بها الفرن طالما الفرن عندك في المطبخ شغال وانت ما بتضيعيش وقت. فكده كده الفرن شغال. حلو فكرة عمل التفاح بالطريقة دي، عندك شوية بطاطا حلوين بنفس الطريقة زي ما انت حابة. تعالوا مع بعض نشوف نعمل ازاي الرز بالفواكه والجنزبيل. مقاديره على الشاشه مخرجنا الجميل. رز مصري، قرفه، تشكيله من الفواكه، زبده،
زبده ورجيم يا شيف، هي القصه كلها معلتين من الزبده. وانا لما بقول رجيم مش معناته رجيم قاسي او اكل هيلسي قاسي، لا بالعكس، لازم برضو فيه شويه طعم كده عشان نتقبله ويبقى موجود معانا. معانا رز مصري، معانا طبعا الفواكه بتاعتنا الجميله اللي انا هبدا اشتغل فيها في الجو الحر ده. الفواكه اللي بتطلع من الثلاجه فيها تبريد بتبقى لطيفه وجميله، وخاصه العنب والخوخ والمشمش. معانا موز، ومعانا طبعا معلقتين من الزبده وقرفه ناعمه. بالشكل ده كده الرز يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبنصفيه من الميه كويس ونخليه على جنب. حبيت الرز بتاخد شخصيتها كده وتبقى معانا بالشكل ده كده. حلو قوي. ادي الطاسه على النار، نحط للامانه معلقه زيت صغيره، حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الزبده. لا مش هحط بصل هنا، خرجنا متعود، واللي على طالما حطيت زيت وزبده يبقى بصل. لا الموضوع هنا مختلف، هنا رز. خلي الرز يشرب الزبده. هو بيشرب الزبده بحط عليه شويه قرفه ناعمه، الموضوع مختلف هنا. رز زبده، وحطيت معلقه زيت صغيره على الزبده عشان ما تتحرقش، واستنى على الرز لغايه لما يشرب الزبده. وهو بيشرب الزبده يا عم الشيف بدلعه بشويه قرفه ناعمين. حلو. والقرفه ده انك تكتريها وتقلليها اختياري حسب الرغبه. نقلب كده. حلو قوي. قلبنا الرز بالزبده بالقرفه بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. نستنى عليها تشرب. نبدا نقطع في الفواكه بتاعتنا الجميله الحلوه واحنا واقفين بالسله كده. معانا الفواكه سكتك الصغيره كانك بتعملي فروت سلط. فكره تقطيع الفروت سلط. واحنا شغالين العنب بالشكل ده كده. لا والله البناتي ما شفتوش، يعني شفته بس ما كانش لسه حلو. العنب البناتي انا بحبه على فكره، خاصة لما بيوصل لمرحلة السوى ويبقى مستوي. اقعد السلة. ده الجنزبيل بتاعنا. ممكن تستخدمه على فكرة فواكه مجففة. عندك الزبيب في المشمشية والقراصية زي ما أنت عايزها. العنب ده السكريات بتاعته لما تصطدم بالكربوهيدرات والنشويات بتاعة الرز ما أقولكيش. حلو الكلام؟ معانا خوخ. خوخ يا شيف. يا ست الكل جرب الخوخ بتاعنا ده، بتاع سينا بتاع الواحات الجميل الحلو ده كده. غير ارضنا السكريات فيه حكايه. قطعها زي ما اصل كل ده لما يتحط على الرز شكله هيتغير. فهنا انت مش بتقطعي بشكل فروت سلط مثلا يبقى تحافظ على الشكل خالص. كل ده اول ما يختلط بالرز وياخد عيار الميه بتاعه هيبقى عامل زي الريزوتو كده، حاجه لطيفه وجميله. الاكله دي بهديها لكبار السن والاطفال الحلوين. كبار السن اللي هم الخير والبركه. خلينا ناخد بعدنا ونطلع فاصل صغير ونروح بعد الفاصل، تابعوني.